بسم الله الرحمن الرحيم إزيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده وسلام انا عايز اتكلم معاكم في حاجه كده فمش عارف هتبقي كويسه ولا ايه في حد مره كتبلي في التعليقات بيقولي انت اسلوبك مش حلو روح اقفل القناه وشوف لك شغلانة تانية فانا قلت ما أعمل الفيديو ده كاستطلاع لرأي الناس ولو حد مش عاجبه أسلوبي يكتب لي في التعليقات عادي ولو عايز أغير من أسلوبي أغيره عادي أنا بتقبل النقد وبتقبل الرأي الآخر فمش هزعل من اي حاجة اللي مش عاجبه اسلوبي يكتب في التعليقات واللي عاجبه يقول لي ماشي يخليك استمر على كده وصدقوني لو قلتولي اسلوبك مش كويس انا اغير الاسلوب بتاع اللعب على فكرة انا ما بعرفش العب ماينكرافت فبعوضها بالشعر فانا هقول لكم كلمتين جم على بالي دلوقتي ورا دمعتك ايه خايف على ولادي على ولادك على بلادي على بلادك على لمتنا في اعيادي واعيادك ما تنسوش يا شباب تقولولي رأيكو ايه في اسلوبي ولو عجبكو اكتبوا ولو مش عجبكو صدقوني انا مش هزعل وهحاول اغير من اسلوبي ومش عيب ان الواحد يعرف انه غلطان ويغير ويرجع عن الغلط سلام عليكم